ظلم النفس أن تحقق لها شهوة عاجلة لتورثها شقاء دائما. تبقى أنت ظلمته، يبقى أنت ما حققتش لنفسك شهوة، ما حققتش لنفسك شهوة. ليه؟ لأنك أنت أعطتها شهوة إيه؟ عاجلة، وبعدين جبت لها الشقاء اللي تبقى أنت ظلمتها ولا لأ؟ وظلمتها. ده ظلم النفس، ده أشقى أنواع الظلم. لأن لما تيجي تظلم الغير معقول، إنما تظلم نفسك هذه مشكلة. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، يبقى أي عاصٍ يعصي الله بترك أمر أو بالإقبال على منهي عنه، في ظاهر الأمر أنه يحقق لنفسه متعة. فإن كان فيه أمر من الصلاة وعايز يتكسل وينام، في ظاهر الأمر بيحقق لها إيه؟ متعة.